الأوروبية الجديدة قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة أواخر هذا الشهر، نسأل ماذا الآن هذه الانعطاف الأوروبية؟ هل شكل ملف اللاجئين ضغطا على القارة العجوز لتغيير سياستها تجاه سوريا؟ وماذا عن المعارضة؟ أين هي سياسيا وميدانيا؟ هذا ما سنناقشه هذه الليلة في وضيوف حوارنا. من دمشق سينضم إلينا المحلل السياسي حيان سلمان، ومن باريس السفير المعتمد للائتلاف السوري المعارض منذر ماخوس. وأيضا ستشاركون معنا مشاهدينا في هذا الحوار عبر صفحتنا على تويتر @RT Arabic لدعم وجهة نظر ضيفنا من دمشق حيان سلمان، اضغطوا على علامة الإعجاب أو فيفورت، ولدعم وجهة نظر ضيفنا من باريس منذر ماخوس اضغطوا على علامة إعادة التغريد أو ريتويت. أهلا بكما ضيفي الكريمين. أبدأ معك من دمشق أستاذ حيان، كيف تقرؤون بداية هذه التصريحات الأوروبية الجديدة من حيث التوقيت؟ بداية مساء الخير سيدتي لك وللمشاهدين. والحقيقة نحن نسأل دائما ما هذه الصحوة ذكرتنا برواية توفيق الحكيم عودة الروح؟ هل استيقظت أوروبا؟ هل بات الضمير الإنساني في أوروبا العجوز التي وصفها وزير الدفاع الأمريكي السابق الآن تستقطب هؤلاء المهجرين والمهاجرين، وأنا أحب تسمية المهجرين، أم أن هناك عوامل أخرى؟ أنا أعتقد أن وراء الأكمة ما وراءها أوروبا التي بدأ مجتمعها يشيخ، وأوروبا بحاجة إلى يد عاملة 23 مليون حسب دراسات الفرنسي والأوروبي سنويا، وبالتالي أوروبا معدل السكان فيها يميل أكثر من 20% ممن هم فوق عمر 60، فأوروبا ولدت المشاكل وخططت لتهجير هؤلاء. وهذا يذكرنا بما حصل بعد الحرب العالمية الثانية خلال تهجير السكان في بحر الصين الجنوبي وفي فيتنام وغيرها، ويذكرنا أيضا بما حصل في كوسوفا وغيرها. لذلك أنا أريد فعلا أن نناقش بعلمية وبعقل هادئ كي يستفيد على الأقل المشاهد. أوروبا هنا نسأل هل بعد 5 سنوات استيقظ ضميرها لتعرف أن العصابات الإجرامية تدمر سوريا التاريخ سنديانة التاريخ وتعتدي على الناس؟ سوريا أوروبا ولا نحن متعاطفون مع كل مهجر؟ هل هي حاجة إلى أن توري بعض الصور مثل الطفل آلان نتوجه بالرحمة له وأعزي أهله، ونسي ذاك الضابط الذي قطع رأسه وشوية وأكلت الأكباد؟ إذن أقول أن وراء الأمور اقتصادية لا تخرج عن الفلك الأوروبي، وأوروبا العجوز تريد أن تستمر في شبابها ولم تجد إلا من المهجرين والمهاجرين سواء كانوا من المنطقة أم من غيرها. نعم، هنا نتوجه بالسؤال التالي إذن إليك أستاذ منذر من باريس، أهلا بك في هذا الحوار. أنتم كمعارضة كيف ستتعاملون مع هذا الموقف الأوروبي الجديد؟ وكنتم دائما تشترطون أنه بالبداية رحيل الأسد ومن ثم الحديث عن أي حل آخر للأزمة السورية. أنا خلافا للرأي الذي نسمعه في الأيام الأخيرة على وسائل الإعلام العالمية كلها على وكأن هناك فعلا انعطاف في الموقف الأوروبي، إذا أخذنا بشكل عياني الكلام الذي أثار هذه الضجة هو الحقيقة تصريح وزير الخارجية الإسباني والوزير الخارجية النمساوي. هذا بشكل أساسي. لكن من حيث المبدأ على الأقل الدول الثلاثة الأساسية في أوروبا وهي ألمانيا وفرنسا وبريطانيا ليس هناك تغيير في هذا الموقف. هناك محاولة لما يمكن أن أصفه بتدوير الزوايا الحادة وإبراز نوع من المرونة في التعاطي مع المسألة الحادة التي أشرت إليها وهي دور بشار الأسد في العملية الانتقالية ومتى يجب أن يكون خارج أي عملية انتقالية ناهيك عن مستقبل سوريا. هنا على ما يبدو بعض المرونة في التعامل مع هذه المسألة من أجل تسهيل عملية الدخول في عملية سياسية من أجل الوصول إلى حل سياسي. أما أن هناك تغيير جذري أنا لا أعتقد، لأن كل اللاعبين الدوليين الأساسيين وفي مقدمتهم الولايات المتحدة وفرنسا وزيد أيضا ألمانيا وإلى حد ما بريطانيا لا تغير موقفها على الإطلاق. لكن تصريح فيليب هامند أستاذ منذر لا مكان لبشار أسد في المرحلة الانتقالية، يعني تصريح هامند ملفت للانتباه ومثير للجدل. هذا التصريح الذي سمعناه يوم أمس حول دور الرئيس السوري بشار الأسد كأنه اعتراف ضمني بالرئيس الأسد كشريك في المرحلة الانتقالية، وكما يقال أو كما يصفون زلة لسان جون كيري فيما مضى عن أنه على التفاوض مع الأسد.
بالنسبة للسيد جون كيري، دعيني أبدأ من النهاية. هو صح، نعم، أثارت تلك التصريحات في حينها نوع من الضجة، وكان الأمريكيين عندما قال جون كيري نعم يجب التفاوض مع الأسد، لكن بعدها صحح هو ومجمل الوقت الأمريكي في مختلف المؤسسات السلطة الأمريكية، نعم، بدءا من وزارة الدفاع والخارجية وحتى البنتاغون، عفوا السي اي اي، صححت. والتصريحات الحديثة كي لا نذهب بعيدا للأطراف الأمريكية لا تختلف عن ذلك، ليس هناك أي تغير جذري بمعنى الجذري، لكن أعود مرة أخرى، هناك شكل من أشكال تدوير الزوايا الحادة، شكل من أشكال بعض المرونة. السيد هامون نعم قال شيء يمكن تفسيره بعدة أشخاص، ولكن بعدة أيام قال السيد هامون نفسه لأنه لا دور لبشار الأسد في العملية الانتقالية. تماما، لماذا الآن أيا كانت هذه التصريحات؟ هذا ما نريد أن نسأل عنه أستاذ منذر. دعني أنتقل إلى ضيفنا إلى دمشق أستاذ حيان. العديد محللون يقولون أنه الموقف البريطاني هو بالغالب ما يعكس الموقف الأمريكي الفعلي وراء الكواليس، يعني بريطانيا تنطق بما تريد أمريكا أن تقوله للرأي العام، وبالتالي عندما يعترف فيليب هامون بقبول بلاده بدور الرئيس السوري بشار الأسد في المرحلة الانتقالية، ماذا نفهم؟ نحن أمام منعطف جديد في نقطة التعامل مع الإرهاب ومكافحة داعش؟ أولا سيدتي، قبل أن أجيب سأبدأ وأقول من طلب من هاموند أن يبدي رأيه هذا تجاوز الأعراف الدبلوماسية، إلا إذا كان مسموح لي أن أبدي بالمحافظين وبحزب العمال. ثانيا، ما هذه الصحوة المتأخرة؟ ثالثا، نحن نتابع هذه التناقضات الأوروبية، وأنا أحيل ضيفك إلى تصريحات القادة الفرنسيين في إيران خلال 14 يوما قبل توقيع الاتفاق وبعده. ثالثا ورابعا، أنا ألمس تحولات في المؤشرات الأوروبية. طبعا الفضل الأول للشعب العربي السوري، لجيشه، للقيادة السورية، وعلى رأسها السيد الرئيس. لو تركنا هامود وانتقلنا إلى النمسا ماذا صرحت، وإلى أسبانيا وإلى اليونان وإلى التشيك وإلى هنغاريا وإلى وإلى إلى آخره. ليأتي هاموند ويتجاوز، وأنا أحيل ضيفك إلى تصريحات هاموند الحرفية، ليقول على أننا ليس لدينا مانع من أن يكون الأسد في المرحلة الانتقالية. وسنناقش الإيرانيين والروس. يا هل ترى ألا يسمع الموقف الإيراني؟ ألا يسمع الموقف الروسي؟ ألا يكفي مغامرة ومساومة ومقامرة على الدم السوري؟ نعم. من هو هاموند حتى يعطي هذه النصائح؟ أليس الأفضل له على أن يهتم بمشاكله الداخلية؟ ومن ثم نسمع أيضا من القيادة الفرنسية بعض التناقضات في تصريحاتها من الشأن الإيراني، وأنا أقول لك وواثق بأننا قريبا سنسمعها أيضا بما يخص الشأن السوري. لماذا؟ هذه التغيرات لم تأتي بباراشوت من السماء، وإنما نتيجة انعكاس لما يجري على الواقع. نعم. نتيجة لتوضيح الموقف السوري بأن سوريا أتى إليها الغزاة من كل دول العالم، ولم تذهب سوريا إلى هذه الدول، أتى إليها زعماء الإرهاب وهم يعودون إلى أوروبا. وأنا عبركم أحمل قادة الأوروبيين مسؤولية الضحايا التي تقع في أوروبا من قبل الداعش، وكان منها شارلي إبدو بفرنسا. إذا نقول لنحتكم إلى العقل يا سيدتي، سوريا في عرضها، سوريا هي الوحيدة المسؤولة عن اختيار قيادتها. الرئيس الأسد انتخب انتخابا ديمقراطيا، القيادة الروسية عبرت ثلاثية الأبعاد. نعم. أولا أن الرئيس الأسد رئيسا شرعيا، وثانيا أن المهاجرين هربوا بفضل داعش. تدافع سوريا، تدافع أستاذ حيان، ولكن هل هي قادرة على الدفاع لوحدها؟ هذا هو السؤال، هل هي قادرة الآن سوريا على الدفاع ومكافحة الإرهاب لوحدها؟ أنتقل إليك أستاذ منذر، سوف أعود إليك أستاذ حيان. أطرح السؤال نفسه عليك أستاذ منذر، هو لأن بالفعل سؤال مهم. حضرتك تقول هذا ليس تغيير في المواقف، ولكن طيب على الأقل انطلاقا من هذا التغيير زوايا أمام مرحلة جديدة في مكافحة الإرهاب، سنشهد إرادة جدية من الغرب لمكافحة داعش في المنطقة؟ نعم، هناك شعور متزايد على أن الأمور داخل سوريا تفلت من أي كنترول، من أي إمكانية احتوائها. هذا صحيح، هناك عوامل جديدة بالتأكيد. أنا أريد أن أؤكد على مسألة الأفواج، العشرات بل مئات الآلاف من المهاجرين الذين أصبحوا على أبواب أوروبا. هذا أحدث ليس ضغط، وإنما أحدث نقلة نوعية وصدمة في الوعي المجتمعي الأوروبي. الذي حدث اليوم، الذي نحن نشاهده في عين المكان،
غير مسبوق على الإطلاق. لم يكن يتوقع المجتمع الأوروبي على الأقل أستاذ منذر ليس المجتمع بل القادة الأوروبيون لم يكونوا يتوقعوا هذا التدفق الهائل من اللاجئين. لا أبدا أبدا لا أحد كان يتوقع بهذا الحجم على الإطلاق وأنا أريد لا أحد كان يتوقع بهذا الحجم على الإطلاق. أريد أيضا أن أتناول الملاحظات التي قالها ضيفك من دمشق الذي يقول أن داعش هي هربته. أنا أقول له لا، وأنا لتوه نازل من 3 تجمعات للاجئين الذين وصلوا من ألمانيا. هناك اليوم يتم توزيع اللاجئين على الدول الأوروبية المختلفة، وكنت أسأل كل واحد منهم أنت خرجت من سوريا لماذا؟ هل أنت خرجت خوفا من داعش؟ هل أنت خرجت خوفا من بطش النظام؟ هل أنت خرجت من تدهور الأحوال المعيشية بالمناطق السورية اليوم سواء المناطق المحررة وغير المحررة؟ هناك نقص للخدمات الأساسية في امتياز، ليست هناك ماء ولا كهرباء ولا انترنت ولا تلفونات ولا الحاجات الغذائية، هناك كارثة بشرية بامتياز. إذن نعم. لم أسمع ولا واحد على الأقل أن داعش دفعته، ولا حتى بالمناسبة هناك بعض الأشخاص قال من الرقة ومن دير الزور قال نعم أن الأوضاع عندنا صعبة، وقال أنا أخشى من داعش وأخشى من النظام في آن واحد. أما نعم. الأغلبية الساحقة وبالمناسبة أكثر من ذلك، أنا حضرت منذ عدة أيام من هنغاريا عندما كان هناك حوالي 12 ألف مهاجر في الساحات وأمام محطات القطار ومن فيينا أيضا، وكنت أقوم بنفس العمل لأن هذا مهم جدا حتى نعرف ما هي دوافع الهجرة. أغلب الناس مرة أخرى أقول هم يهربون من الجحيم السوري، وقلة منهم الذين ذكروا اسم داعش تحديدا. هناك مسألة إنسانية بامتياز، أقول مرة أخرى هزت الضمير المجتمع الأوروبي. نعم. وأوروبا اليوم تريد لا تستطيع إلا أن تتعامل مع هذا، لم تدعو أوروبا بالمناسبة. نعم أنا موافق مع ضيفك في مسألة واحدة، ليست في السياسة الدولية هناك جمعيات خيرية. بعض الدول الأوروبية التي فيها مسألة ديموغرافية نعم تنظر بالأفق البعيد أنه يمكن أن تستفيد منهم يوما، وإلا ما كيف نفسر أن ألمانيا وضعت 6 مليارات دولارات؟ هل هي هدية؟ ولكن هذا لا يخفي على أن هناك شعور ألماني إنساني ورائع، وأنا أحيي موقف السيدة يعني ميركل والعديد من القادة الأوروبيين. أنا سمعت مع نائبة وزير خارجية النمسا التي نعم. قالت السوريون في قلوبنا ولن نتخلى عنكم إنسانيا على الأقل. ألم يكن يجدر ربما بالغرب وبالأوروبيين كما يطرح البعض هذا السؤال أستاذ منذر بالوقوف إلى جانب سوريا منذ بداية الأزمة عندما كانت تواجه بالفعل تنظيم داعش الإرهابي؟ يعني هذا التنظيم الذي يفتك بالبشر والحجر، يدمر التاريخ والحضارة ويقوم بالذبح واستهداف كل مكونات سوريا. أطرح هذا السؤال عليك أستاذ حيان من دمشق. هذه التصريحات الأوروبية تأتي عشية انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة. استمعنا إلى مبادرة الرئيس بوتين التي وصفها الوزير المعلم بالمعجزة، وهي تشكيل جبهة سورية مع دول الجوار لمكافحة الإرهاب. برأيك سيتم الإعلان عن هذه الجبهة في نيويورك؟ أنا بقناعتي نعم، أصبح الإرهاب إرهابا دوليا، لم يعد يتوقف عند نقطة معينة، وأصبح مكافحة هذا الإرهاب الذي وصل إلى كل بيت من البيوت الأوروبية. وطبعا نحن نتمنى أن يتم القضاء عليه لحماية الإنسانية، لأن سوريا هي ديانة التاريخ وبلد الحضارة. لكن الحقيقة أعجبني من ضيفك على هذا التعاطف، لا أقول التعاطف لكن هذا إخفاء الوجه القبح لداعش ومن المصادر الفكرية لداعش. وضيفك يعيش في قلب الحدث الأوروبي، سأعطيه فقط بعض المعلومات وأرجو أن نعتمد عليها ليس على عوامل شخصية. في عام 1992 عندما حدثت قضية كوسوفو كان هناك عدد دول الاتحاد الأوروبي 15 دولة، وكان عدد سكانها 380 مليون إنسان، استقبلت مهاجرين 672 ألف، ولم تحدث هذه الضجة. الآن 10/9/2015 عدد دول الاتحاد الأوروبي 28 وعدد سكانها 508 مليون وعدد مهاجرين أقل. إذا لنفكر بهذه القضية سيدتي الفاضلة. النقطة الثانية، أنا أقول لضيفك أن روسيا استقبلت أكثر من 1,200,000 مهجر من أوكرانيا ولم تحصل هذه الضجة. وأنا أستغرب يعني تناول هذه المشاكل في سوريا والتركيز على جانب شخصي مع تألمي لكل الحوادث حتى لا أفهم خطأ. يذكرني ببيت شعر: قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفر، وقتل شعب آمن مسألة فيها نظر. يا أستاذ يجب أن نرقى إلى مستوى الهم السوري، أن نقول على أن أوروبا
أوروبا لا تريد إلا مصالحها. وأعتقد أن تعرف اللقاء الذي تم بين تشرشل وبين ديغول عندما استدعى من الهند وقال له أنا أفضل أمريكا على أوروبا وأفضل البحر على القارة. إذا نقول دع الأمور ضمن سياقها الطبيعي، لا أن ننفعل بلحظات عاطفية. سوريا نعم ستنتصر، هذا التغير ليس تغيير زوايا أو تدوير زوايا، هذا تغير جوهري، هذا تغير حقيقي سببه دماء الشهداء السوريين، سببه ما يجري على الأرض السورية. صباح هذا اليوم كنت أنا في ندوة علمية وأعتقد سينشرها الإعلام لجمعية العلوم الاقتصادية، وكان فيها كل الأحزاب التي قيل ما قيل فيها. أنا أعرف طبيعة المهجرين وأعرف أن نكمل النقاش بهذا الملف، ولكن علينا فقط اسمح لي على المقاطعة هنا، علينا فقط أن نطلع على نتائج التصويت على صفحتنا على تويتر وسنكمل هذا النقاش. إذن مشاهدينا صوتتم لدعم وجهة نظر أحد الضيفين، 80% لك أستاذ حيان صوتوا لدعم وجهة نظرك و20% لدعم الأستاذ منذر ماخس من باريس. وأيضا مشاهدينا يمكنكم التصويت على موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com على السؤال التالي: هل بدأ التحول الأوروبي بشأن الموقف من دمشق بعد تصريحات النمسا وإسبانيا وبريطانيا؟ بنعم أو لا أو لا أدري. يمكنكم التصويت من الآن حتى يوم غد. نكمل هذا النقاش إذن أستاذ منذر، علينا أن نرقى كما يقول الأستاذ حيان، علينا أن نرقى هنا إلى درجة الهم السوري، إلى هذه الأولوية، ولكن يبقى الحديث عن مكافحة الإرهاب الذي يعاني منها الشعب السوري مع احتمال إذن عقد أي قمة روسية أمريكية في نيويورك. هل ما نراه اليوم كما يقول الروس هو ما يقال في الأروقة؟ يعني يقول الروس أنه الأوروبيون والأمريكيون يقولون شيء في الأروقة السياسية ويعلنون أشياء أخرى. لا، دعيني في الأول حتى لا تذهب الأمور بالمغالطات التي قدمك ضيفكم من دمشق. لقد تعودنا على هذه المغالطات والخطاب الخشبي والذي يحاول تحوير الوقائع. يقول أن سوريا في دمه، هو في دمه، سوريا في دمنا أكثر منه بمئة مرة، وستنتصر سوريا، الشعب السوري وليس النظام الذي يدافع عنه. داعش، دعونا نتكلم عن ما يسمى الإرهاب وداعش. هل النظام السوري يحارب داعش؟ لم يحارب ولا مرة. عندما تعتدي داعش هي وتحاول السيطرة على مناطق يسيطر عليها وعلى المعارضة، فلنقل فصائل المعارضة الأخرى، هي تقوم باحتلال هذه المناطق. لم يبادر ولا مرة واحدة النظام السوري للتصدي لداعش. كيف تركها تدمر وجاءت قوافل من داعش على بعد 200 كيلومتر من الرقة ووصلت إلى تدمر وأخلاها وخرج؟ كيف تركت طائرات التحالف تدمر واحدة على أرتال على مسافة 200 كيلومتر؟ طائرة التحالف لم تكن قادرة على رصد داعش من الجو. يستحد منها النظام لصالح داعش عندما يشعر أن الفصائل الأخرى هي بصدد السيطرة عليها. طيب، ولكن في الإجابة على السؤال، هي الحرب؟ أستاذ منذر اسمح، في الإجابة على السؤال، هل بالفعل ما نسمعه كما تقول موسكو أنه يعني ما يقوله الأوروبيون في الأروقة السياسية يختلف عما يعلنون عنه في العلن وللرأي العام؟ هذه الازدواجية المعايير الفاضحة. نحن لسنا فلنقل راضين تماما عن الموقف الأوروبي ولا الأمريكي. نحن ندين هذا الموقف منذ سنوات ونعتبر، لكن الإدانة ليست الإدانة التي يدينها النظام. نحن ندين هذا الموقف أنهم وعدوا كثيرا بمساعدة الشعب السوري ممثلا بالفصائل التي تقاتل من أجل المشروع الوطني السوري. تثقون بالغرب حتى الآن؟ دولة مدنية تعددية، دولة القانون، هذا هو مشروعنا وليس مشروع النظام الفاسد في دمشق، النظام الطاغوتي الذي يدافع عنه. أستاذ منذر، لازلت تثق بالأوروبيين؟ نعم، لم تخلف. لازلت تثق بالفرنسيين حتى الآن؟ الشعب السوري وتركته هو وحيدا على رغم الوعود. اليوم قد تكون هناك محاولات أو شعور بأنه لابد من الدخول بالعملية السياسية وصولا لحل سياسي، ولكن أي حل سياسي؟ الحل السياسي الذي انتفض من أجل الشعب السوري، من أجل دولة غير الدولة. لكن سألتك سؤال أستاذ منذر، مستمرة منذ خمسة عقود، هذا هو مشروعنا. اسمح لي فقط بطرح هذا السؤال، لازلت تثق حضرتك بالأوروبيين وبفرنسا وبالغرب؟ يعني العد التنازلي لرحيل الرئيس الأسد بدأ منذ أن كان ساركوزي في سدة الحكم، رحل ساركوزي وتغير العديد من المسؤولين ولا زال من الرئيس الأسد في سدة الحكم في دمشق. ما زلت تثق بالأوروبيين وبالغرب؟ المعارضة تثق بهم؟ لا، أنا لست من أنصار نظرية أن الغرب متآمر على الشعب السوري، ولكن أنا أشعر والكثير
من الوطنيين السوريين أن الغرب تخلى إلى حد كبير عن الشعب السوري ولم يفي بوعوده التي قدمها على فترات طويلة جدا. لماذا الأمور استمرت بهذا الشكل؟ هذا سبب. والسبب الآخر أيضا هو أن لماذا ننسى نتكلم عن إرهاب داعش؟ وماذا عن إرهاب حزب الله؟ نحن نطالب أن يرحل كل المقاتلين الأجانب على الأرض السورية، ودعوا الشعب السوري والفصائل بما فيها النظام أن تصفي حساباتها، إما تتفهم أو تتحارب. لكن من هؤلاء الذين يرحلوا هي الجيوش الإيرانية وفي مقدمتها حزب الله. أليسوا هذا مقاتلين أجانب؟ الميليشيات العراقية أليسوا مقاتلين أجانب؟ توافق أستاذ محيان؟ لا يبدو أنك توافق أستاذ محيان على هذا الطرح. مقاتلي الأزرع الإيرانية. مع الأقل نسمع الإدانات الدولية، إدانات المجتمعات، يعني المجتمع الدولي نسمعها حتى الآن لتنظيم داعش الإرهابي الذي أتى مقاتلوه من كافة أصقاع الأرض إلى سوريا. هذا هو أيضا الأمر الذي يستفز المجتمع الدولي على ما يبدو أستاذ حيان. لا يبدو أنك توافق. ولكن النظام السوري هو الذي خلق الشروط لقدوم المقاتلين الأجانب من جميع أنحاء العالم، وهو الذي وضع أسس داعش. تفضل أستاذ حيان. نعم. أولا أتمنى أن أعطى الوقت الذي أخذه. أنا سعيد جدا بخروج ضيفك عن طوره، عن الشكل الطبيعي، وهذا دليل على أنه لا يملك حقائق. ثانيا أنا سعيد بأن يناقش الأمور من نتائجها، لكن أرجو منه على أن لا يلقي اتهام، لأن اتهام أعتقد سوريا لا تأخذ بترو دولار، على أن الرئيس الأسد موجود في سوريا، رئيس شرعي وفق الدستور. هذه الأمور الحقيقة لا أريد أن أناقشها، لأني أعتقد بناء الأوطان لا يبنى بالحقد الثأري. النقطة الثانية، المغالطات ليست هناك سوريا سأر ولا حقود. لا يقاتل أنتم واهمون. كل من لا يوافقكم تعتبرونه حاقد وسائر. ليس هناك سأر أبدا. وإذا أمرت ومن أتى من فرنسا ومن دول العالم، دعني أكمل. ومن أتى من دول العالم وأكثر من 100 دولة ونحن نبرزهم وشاشات التلفاز كلها تؤكد هذا، والدراسات مراكز دراسات العالمية تؤكد هذا. فضيفك هو مصر، يعني لا أريد أن أتوقف عند هذه النقطة. ازدواجية المعايير سيدتي لسنا نحن الذين نقول، أنا قلت لك لا يعنيني، لكن هو بفرنسا ليتابع تصريحات فابيوس وهولاند عن الملف الإيراني قبل توقيع الاتفاق وبعد توقيع الاتفاق، ليقارن ماذا صرح هولند منذ أول البارحة والبارحة، لينظر كيف الآن بدأنا نسمع تململ في الإدارة الأمريكية. يعني لا أريد أن أناقش المؤكد. أربعة، جيش حزب الله، يعني كل من في جينات عربية تربينا على العداء للكيان الصهيوني وعلى طرد شعب فلسطين، ضيفك يهلل لهؤلاء الدواعش الذين يريدون تغيير ديموغرافي في المنطقة من أجل ترسيخ وجود إسرائيل، وينكر على حزب الله، هذا الحزب المقاوم مع الجيش السوري الذي بدأ يلاحق هؤلاء المجرمين المدعومين داعشيا وتركيا ومن الإخوان المسلمين وبشكل غير مباشر ممن لا يرى الحقيقة. نعم. وأصر أن لا يرى الحقيقة. أقول لك سيدتي، من السهولة أن توقظ أي إنسان نائم، لكن من الصعوبة أن توقظ من يتصنع النوم. أنا الأرقام التي أتيتها واتهمني باللغة الخشبية أقول له عيب. أنا أستاذ جامعي منذ 30 عاما، الأرقام منشورة بفرنسا، ليقرأ لوبوا، ليقرأ اليوم ماذا كتبت الصحف الفرنسية، كيف أن هولند وصل وانحدر إلى مستوى القذارة ووضع أهداف بشرية لقتلها وتصفيتها إذا خالفت المصلحة الفرنسية. غريب عجيب هؤلاء الذين هاجروا من سوريا. أنا أقول لضيفك، المعارضة الإيرانية وقفت مع إيران عندما نوقش الملف النووي لأن فيها جذور وطنية. صحيح هناك نسبة وتناسب، الشعب السوري سينتصر يا دكتور، الشعب السوري وراء جيشه، الشعب السوري وراء قيادته، كل أوروبا ستأتي إلى سوريا، التغير النمساوي والإسباني والإيراني والروسي والتركي والفرنسي قريبا إن شاء الله سنراه على أبواب دمشق، لأن دمشق تكتب التاريخ، ومن دمشق ينطلق معالم نظام عالمي ودولي جديد، وأن نمط الأنجلوساكسوني البريطاني الأمريكي لا يمكن أن يرسم التاريخ، ولا تعرف فرنسا أصلا من الدول السبع الكبرى، ولا يمكن لأمريكا أن تكون قدرا. نحن القدر ونحن المسؤولون على اختيار السيد الرئيس وفق الدستور السوري الذي هو أعلى مؤسسة دستورية. لكن ما دور معارضة الخارج؟ طيب إذن ما دور
دور معارضة الخارج؟ يعني أستاذ منذر لم نعد نسمع عن معارضة الخارج، ما أستاذ منذر لو أستاذ حيان عفوا لو تسمح لي هذا السؤال مطروح إلى الأستاذ منذر، سأعود إليك. أستاذ منذر، ما هو دور معارضة الخارج اليوم في إطار كل هذه التطورات، إن كانت السياسية والميدانية والحديث عن مبادرة جديدة لمكافحة الإرهاب؟ المعارضة السورية الميدانية غنية عن التعريف، وأنا أقول لك ولضيفك من دمشق أنه لم يحدث ضغط خارجي عندما حرر الثوار إدلب وجسر شغور وأريحة وقرى عديدة باتجاه الغرب. ائتلاف ممنوع من دخول إدلب اليوم ريف الحمري، لسقط النظام، وقد وصف الأمريكيون ذلك الانتصار الكارثي. لو استمرت عدة أيام، استمر الدعم، لسقط النظام منذ يومها. الأمريكيون كانوا يخشون أن تنهار سوريا كسوريا، وضغطوا وتوقف الدعم، وهذا سوف يحدث. بالمناسبة التحرير سوف يستمر في كل الظروف، والأوهام التي يتكلم عنها يستطيع أن يشتري الريح، ولكن هذا النظام الذي يحكي سوف ينتظر الشعب السوري والرئيس والقائد إلى آخره. فلنرى لو كانت هناك إمكانية لكي نعرف رأي الشعب السوري، ولكي يتم انتخابات أو استفتاء ديمقراطي لنعرف مدى يؤيد الشعب السوري هذا النظام وهذا القائد وهذه الطغمة التي حولها، والتي قتلت أكثر من ربع مليون وشردت أكثر من 11 مليون، وهناك نصف مليون يعذبون في السجون، وحوالي مليون بين الجرحى وبين المعطوبين اليوم الذين فقدوا أعضاءهم. إذا كان هذا الشعب سوف يشكر رئيس ضيفك من دمشق فليحلم، ولكن لن نقول سوف ننتظر. وإذا كان يعتقد أن أوروبا سوف تأتي إليه، أنا أقول له لم يتغير الموقف الدولي في أساسياته. نعم هناك محاولة لإبراز ليونة، لأن الكارثة اليوم السورية أصبحت تدق أبواب أوروبا والعالم. التضامن غير، أنا دعني من مواقف رسمية، أنا أتعامل مع المجتمع المدني الفرنسي والأوروبي، شيء لا يصدق. الناس يخرجون بمظاهرات بالترحيب بهؤلاء الذين لم تهجرهم داعش بالمناسبة. نعم. الذي هجرهم هو النظام. وضحت ومحاولة فكرة التغيير العرقي والديمقراطي. أستاذ منذر أنا أسف على المقاطعة، ولكن الوقت يدهمنا للغاية. المفاوضات التي كانت تديرها إيران نيابة عن النظام كانت تهدف إلى تغيير. أستاذ حيان باختصار شديد، السكان في مناطق ونقلهم إلى مناطق أخرى في إطار المكنتون الطائفي الذي يحاول النظام. أستاذ منذر أنا أسف على المقاطعة، ولكن الوقت يدهمنا. هل يغيروا الديمغرافيا؟ وليس داعش. وضحت داعش فكرة. نعم. أستاذ منذر، كل الشعب السوري لا يريدها. نعم نحن لا نتعاطف مع داعش عندما يتهم هذا السيد. أستاذ حيان باختصار شديد لو سمحت، أشترط باختصار أنه شديد. إذا كان الناس سوقيون يقومون بالتهديد وبالشتائم لكي لا ندخل في نقاش شخصي. أستاذ منذر اسمح لي فقط، لكي لا ندخل في نقاش شخصي مع الضيف الآخر، لكي لا ندخل في هذا النقاش الشخصي فنبقى فقط في أطر هذا، في هذه المحاور التي نناقشها. أستاذ حيان باختصار شديد كيف ترد لو سمحت ب30 ثانية؟ سيدتي أرد على من؟ أرد على من اتهمني وأنا عاهدتك بأن لا أتكلم كلمة سيئة، لكن أقول وإذا أتتك مذمتي من ناقص فهي شهادة لي بأني كامل. نعم. أنا أستغرب وأؤيد تعاطف ضيفك لأنه هو خبير الوهابية السعودية بالتعاطف مع داعش من قتل المسلمين وذبح العلماء وآخره من جانب خالد الأسعد الذي قطعت رأسه في تدمر وعلقت على أحد الأبراج وسرقة الأسامي. نحن لا ندافع عن داعش. أنا أهنئ ضيفك بهذا الابتعاد عن الوطنية، لأن الوطن عندما يتحول إلى قضية علينا أن نختم هذا النقاش الآن بالنتائج الأخيرة. بالنتائج الأخيرة، نتائج التصويت. أنا آسف على المقاطعة، الوقت انتهى. أستاذ حيان وضحت الفكرة، علينا فقط أن نطلع على نتائج التصويت. عبارة واحدة، 84%، 84% لك أستاذ حيان ساندوا وجهة نظرك في هذا النقاش، و16% لك أستاذ منذر من باريس. ونذكركم مشاهدينا يمكنكم الاستمرار بهذا التصويت على موقعنا على الانترنت arabic.rt.com على السؤال التالي: هل بدأ التحول الأوروبي بشأن الموقف من دمشق بعد تصريحات النمسا وأسبانيا وبريطانيا؟ نعم لا أو لا أدري. أشكر ضيوفي من دمشق المحلل السياسي حيان سلمان، وأشكرك من باريس السفير المعتمد للائتلاف السوري المعارض منذر ماخوس. أشكر لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، إلى اللقاء.